في ناس بتعامل مريض الكورونا بطريقة، طبعا شفنا حاجات كتيرة قوي مفيش داعي نكررها، ما احبش ان انا اصلا اقولها تاني. وكانت صور بتتشير لناس يعني بتبعد عن المريض ده، اذا كان جار بتمنعه انه يدخل مثلا بيته الى اخره. النهاردة احنا بنتكلم عن الحالات دي، ازاي في ناس حاولت انها تعمل مبادرات وتوعي الناس انه على العكس تماما، انت المفروض تكون جنبه، انت المفروض على حسب طبعا ما يتيحه الامر واللي الدكاترة بيقولوا لنا عليه، نكون بنساعد، نكون يعني مش سايبين المريض ده لوحده. كفاية اصلا هذا الفيروس واللي يعني طبعا بيعملوا يعني في المريض من بعض الاعراض اللي احيانا بتبقى صعبة جدا. في محاولات وفي مبادرات، تخيلوا بقى لما المبادرة نفسها تتهاجم، والمبادرة نفسها يتقال لها لا عفوا احنا مش هنعمل كده. خلينا نشوف صاحبة المبادرة اللي حاولت انها تواجه التنمر. التنمر آفة أمام مصابي فيروس كورونا. الدكتور عزة القاضي صاحبة مبادرة لا للتنمر بمصابي فيروس كورونا معانا دلوقتي على التليفون، هتقول لنا تجربتها وأسباب كمان هذه المبادرة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. ممكن تديني فكرة الأول عن أسباب المبادرة، احكي لنا شوية. والله أسباب المبادرة إن كانت ليا صديقة كانت عندي على الفيس، فراحت بتقول لي انا عايزه رقم تليفونك، اديتها رقم تليفوني. قالت لي بصي انا عارفه ان انت بتعملي خير. قلت لها ماشي. قالت لي انا ليا يومين قاعده من غير اكل. بقول لها ايه السبب؟ قالت لي انا عندي كورونا، فجوزي اخذ الولاد ومشي وقال للجيران كلهم ان انا عندي كورونا، وابتدوا يعاملوني بطريقه وحشه وتقدر تقولي اجبروني ان انا ما اطلعش من البيت، وانا ما عنديش علاج، ما عنديش أي حاجة، حتى أكل في البيت عندي خلص. فرحت أخدت أنا أكل، لا حول ولا أخدت قوة لها إلا بالله. العلاج اللي هي طلبته مني اللي هو بتاع وزارة الصحة ده، ورحت وديته لها عندها في البيت. فأول ما شافتني لمجرد بس إنها بصت من البلكونة ونزلت لي السبب، لقيت كل الجيران بتبص عليها وكل الناس طلعت كأنه في حدث في الشارع. فحطيت لها الأكل في السبب، وأول ما شافت منظر الجيران اخذت الاكل وفضلت تبكي، وبعد كده دخلت من البلكونه. فانا على طول فكرت يعني ايه حد يكون عنده كورونا يقعد يومين من غير اكل، يعني ليه الناس بتبص كده. فاطلقت على الفيس مبادره لا للتنمر، وبعدين حطيت رقم تليفوني شيرته على كل الجروبات. لقيت الناس ابتدت تكلمني وتتواصل معايا ويقولوا لي انا هجري صحتي. من ضمن الحالات اللي انا قابلتها ان في حاله في قريه رحت لها عشان اودي لها علاج، فمجرد ما سالت على البيت فبيقولوا انت بتسالي ليه؟ بقول ما انا عشان انا رايحه اودي لهم حاجات. يا دوب بس خبطت على الباب وحطيت لهم الحاجه قدام الباب ولسه همشي، لقيت هجوم عليا شنيع من اهل الشارع. فضلوا يقولوا لي امشي من هنا، واللي يقول لي معانا اولاد، واتشتمت يعني شتايم لفظيه. وبعدين قالوا لي ما تجيش هنا تاني، والاطفال في الشارع بقت تقول كورونا كورونا اتشتمتي ليه كورونا. دكتور عزة؟ اتشتمتي من الاهالي علشان ساعدتيها، علشان حاولتي تدخلي لها بس؟ عشان او ما دخلت لهاش، انا حطيت لها كيس العلاج قدام الباب ومشيت ما دخلتش. يعني اقصد حاولتي توصلي لها الدواء. فهم شايفين ان ده خط احمر، دول ما يفتحوش الباب ولا حدش يتعامل معاهم. وطبعا لما عرفوا ان انا بتعامل مع حالات ولا نساعدهم، كورونا نسيبهم، نسيبهم لا يموتوا حول ولا بدون قوة علاج ولا إلا اكل. بالله. ففضلوا بقى يشتموني، والعيال بقت في الشارع تقول كورونا، واللي يقول هاتوا ميه وكلور. فانا نفسي عشان عرفوا ان انا بتعامل مع الحالات اتعاملت وحش، ده رقم واحد. رقم اثنين اتشتمت في الشارع ولدرجه ان هم كانوا فاضلين شويه وهيضربوني، فده زادني اصرار، زادني اصرار، وفضلت مكمله في المبادره. ولما انا فضلت مكمله، انا عايزه اقول لك ان في حالات كتير ابتدت تتصل عليا دلوقتي، في حالات ليها تتواصل 20 يوم. معاكي طبعا، عايزه مساعده طبعا، كل الدعم ليكي يا دكتور عزه. عزه القاضي صاحبه مبادره لا للتنمر بمصابي فيروس كورونا، شكرا ليكي. طبعا اللي احنا بنسمعه ده
انا شايفه ان هو غريب على المجتمع المصري، غريب على طباعنا المشهورين بيها وشهامتنا واخلاقنا وسلوكياتنا الكويسه مع بعض. حتى لو كان في امور كانت دخيله علينا في السنوات الاخيره وكنا بنستغرب بعض يعني الحاجات اللي ممكن نشوفها في الشارع المصري بتبقى مستهجنه، يعني مش من عاداتنا، لكن الامور انها توصل لكده وتتفاقم بالطريقه دي، انه حتى اللي بيساعد يحصل له اللي بيحصل له ده، زي ما دكتور عزه قالت، ده شيء صعب. يعني المفروض ان احنا نبقى مع بعض في المحنه وفي الشده احسن من كده بكتير، لانه دلوقتي ده مريض، بكره مش عارف مين اللي هيبقى مريض، الله اعلم المرض ده ممكن يصيب مين. اللي بيمنع الايد اللي بتساعد النهارده المريض ده، محدش عارف هيحصل له ايه بكره، يعني يقدم الخير ويقدم الحاجه الكويسه عشان يلاقي اللي يساعده، عشان يلاقيها ليه ولغيره.